أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد تقرير لجنة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن ودعوته لمحاسبة المتورطين بجرائم الحرب. اتهمت الأمم المتحدة كافة أطراف الصراع في اليمن بارتكاب انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب، داعي المجتمع الدولي إلى إدانتها وضمان محاسبة المتورطين فيها. وقال فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركوا في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف. كما اتهم الفريق إيران أيضا بالمشاركة في جرائم حرب في اليمن من خلال دعم وتمويل ميليشيا الحوثي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل يغير تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان طريقة تعاطي العالم مع الأزمة اليمنية؟ وماذا يمكن أن تقدمه الضغوط الدولية لإعادة مسار السلام ومحاسبة المتورطين بجرائم الحرب؟ عديد من التقارير الأخرى. بعد مرور 5 سنوات على النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة في ظل غياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع. هكذا لخص رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوبي المشهد في البلاد. فريق الخبراء البارزين الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان وفي تقريره الجديد قدم قائمة أسماء مشتبهين لم يفصح عنها بممارسة جرائم حرب في اليمن. التقرير خلص إلى أن كافة أطراف الصراع في اليمن استفادت من غياب المساءلة حول الانتهاكات الإنسانية وارتكبت انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانتها وضمان محاسبة المتورطين فيها. فريق التحقيق الأممي لم يتحدث فقط عن أطراف وجماعات محلية، بل اتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب باليمن، وذلك من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف. كما اتهم الفريق أيضا إيران بالمشاركة في ارتكاب الجرائم من خلال دعم ميليشيا الحوثي التي تستخدم أسلحة لها آثار مدمرة واسعة ضد المدنيين والأعيان المدنية. الفريق الأممي قال إن اليمن يسوده مناخ من التخويف ومن الصعب الحصول على شهود في ظل التهديدات الموجودة، مشددا على الحاجة الماسة للحفاظ على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم الحرب في اليمن. أسباب عديدة إذن وجدت الأمم المتحدة أنها ما تزال تؤثر بشكل خطير على المدنيين، منها الغارات الجوية للتحالف والقصف الذي يقوم به الحوثيون، وهي انتهاكات جسيمة تعاقب عليها جميع القوانين. نبدأ النقاش مع ضيفنا من النمسا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناتكم. أستاذ توفيق، بالتأكيد تابعت تقرير فريق الخبراء الدوليين اليوم، ما الذي استشفيته من هذا التقرير وهل سيغير شيء على صعيد سياسة الإفلات من العقاب؟ في حقيقة الأمر التقرير اليوم هو التقرير الثاني بعد أن مدد مجلس حقوق الإنسان للجنة الخبراء البارزين ومنحه ولاية إضافية للتحقيق لمزيد من التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في اليمن والتي كان قد ذكرها في التقرير السابق، وأكد على أنه لم يستطع أن يشمل كافة الانتهاكات بسبب ضيق الوقت. الملفت في هذا التقرير أنه وسع دائرة الاتهام لمنتهكي حقوق الإنسان، وبحيث شملت أطراف خارجية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول وإيران التي تغذي الصراع في اليمن بالسلاح أو بالدعم اللوجستي أو غيرها من الأشياء. لكن في اعتقادي أن التقرير سيضع كثير من علامة الاستفهام، سيضع كثير من الأطراف اليوم على المحك لاحتوائه على قائمة سوداء لم يفصح عنها عن منتهكي حقوق الإنسان في اليمن لكل الأطراف في اليمن سواء دول التحالف العربي أو جماعة الحوثي، وهو بلا شك سيكون له أثر إذا توفرت الإرادة السياسية الدولية لوقف هذه الانتهاكات في اليمن ولمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. وأعتقد أن التقرير الأول
الذي صدر في أغسطس من العام 2018 وجد رد فعل متشنج من قبل دول التحالف والحكومة الشرعية، وهددت في ذلك الوقت بعدم التعاون والتعامل مع لجنة الخبراء، واتهمتها بالانحيازية إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد إذا وجدت هذه الإرادة بصورة قوية وفاعلة بإمكانها أن توقف، حتى من خلال الإحصائيات التي شاهدناها سنجد أن الانتهاكات لهذا العام وربما على مستوى عام خفت قليلا، لكنها ما زالت مستمرة بنفس الكثافة. طيب، نشرك معنا أيضا بالنقاش من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. إذن تقرير جديد لمحققو الأمم محققي الأمم المتحدة حول الوضع في اليمن. في هذا التقرير اتهمت دول بدعم التحالف ودول أخرى بدعم ميليشيا الحوثي لإطالة الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية. كيف تنظرون إلى ما جاء في هذا التقرير بداية؟ طبعا بداية أنتم أكيد قد أشرتم إلى أننا في العام الماضي أمام الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها هذا التقرير من هذه اللجنة التي استقبلناها في عدن وأوصلناها إلى كل المرافق التي طلبت الوصول إليها، سواء كانت سجون أو شخصيات عامة أو غيرها أو منظمات، لكنها أتت إلينا في جنيف في العام الماضي بتقرير كان صادما لنا، من حيث ليس من حيث ذكر الانتهاكات، ولكن من حيث أنه كان أعورا بعين واحدة، يعني يتحدث فقط عن الانتهاكات التي قام بها التحالف ولا يتحدث عن انتهاكات الحوثيين التي هي الأصل في الأمر وهي الأكثر وهي الأكبر وهي الأشد ضراوة. كل كان يتحدث عنها بلغة فيها كثير من التلطيف للطرح، في حين أنه عندما يتحدث عن أي ضربات جوية للتحالف يفصلها تفصيلا دقيقا، كان ذلك مرفوضا بالتأكيد. ثم أنه جاء لنا بذكر الأسماء أو قائمة الأسماء التي أوردها، فأورد عبد الملك الحوثي على أنه قائد للثورة، وبالتالي كانت اللغة لغة سياسية بحتة، ولذلك رفضنا، كانت لنا ورقة متكاملة فندنا فيها كل ما جاء في التقرير، وبينا أنه تقرير سياسي أكثر منه تقرير حقوقي، وأن التقرير فيه انحيازات فندناها بلغة حقوقية متكاملة، وعليه أعلننا أننا نرفض هذا التقرير ونرفض التعامل مع هذا الفريق تماما. وكان أن أصدر المجلس يومها بأنه يعطي مهلة أخرى للتقرير للفريق فريق الخبراء لأن يقوم بإعداد تقرير آخر، ولكننا أعلننا أننا لن نتعاون ولن نقدم أي تعاون سواء من طرفنا أو من طرف التحالف العربي مع هذا الفريق. الجديد في الأمر اليوم عقد كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن التقرير الجديد. البعض يعتقد أن التقرير هو ما سيقدمه كمال لا أو مجموعة الخبراء. تقرير الخبراء يقدم إلى المفوضية السامية، لأن المفوضية السامية هي من اختارت هذا الفريق، وبالتالي التقرير سيدمج مع تقرير المفوضية السامية عن اليمن، ولذلك سيكون التقرير تقرير مختلف، يعني سيضاف عليه أشياء أخرى من قبل المفوضية السامية سواء بالحذف أو الإضافة، لأن الفريق ليس فريقا تابعا لمجلس حقوق الإنسان ولكنه فريق تابع للمفوضية السامية. هذه من النقاط التي يجب أن تكون واضحة. النقطة الثانية أن كمال الجندوبي ومجموعته اليوم في المؤتمر الصحفي ظل يتحدث عن التقرير الذي أعدوه بلغة نعتقد أن هناك انتهاكات، يعني وصل إلى علمنا أو تناهى إلى علمنا مجموعة من الانتهاكات، لدينا إحساس بأن هناك انتهاكات، لم تكن هناك لغة واضحة في الحديث الذي قدموه في المؤتمر الصحفي. قالوا على سبيل المثال أنهم يعتقدون أن هناك انتهاكات مورست من قبل الجميع
تحدثوا عن الحكومة الشرعية والتحالف العربي بما فيه المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من أعضاء دول التحالف، أي أن التهمة موجهة للتحالف أو الكلام موجه للتحالف العربي بشكل عام. تحدثوا بعد ذلك عن أطراف أخرى في المنظومة التابعة أو المؤيدة للجانب الحكومي، يقصدون بذلك المقاومة الشعبية سواء وجدت في الساحل الغربي أو في المناطق الجنوبية. ثم بعد ذلك تحدثوا عن أن الحوثيون أيضا لديهم اعتقادات بأن الحوثيون مارسوا انتهاكات كبيرة. طيب أستاذ نبيل، الكثير من النقاط أشرت إليها سأنقلها لأستاذ توفيق الحميدي ضيفنا من فيينا. أستاذ توفيق، إذن الحكومة ترى بأن تقارير لجنة الخبراء البارزين هي تقترب من السياسة أكثر من الجانب الحقوقي والإنساني والانتصار للضحايا، هذه نقطة، وأن فيه الكثير من الانحياز. النقطة الأخرى يعلق الأستاذ نبيل على المؤتمر الصحفي لكمال الجندوبي بأنه يتحدث بلغة غير مفهومة، برأيك لماذا هذه اللغة التي يتحدث بها كمال الجندوبي؟ بالنسبة للغة بالدرجة الأساسية، اللجنة هي عبارة عن لجنة فنية وليست لجنة اتهام، بحيث يوجه اتهامات مباشرة وقاطعة وجازمة. هذه من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم التي تنظر في مثل هذه الجرائم هي المخولة بتوجيه الاتهام والإدانة إلى غير ذلك. وبالتالي كان منطقيا وطبيعيا أن يأتي التقرير بهذا الخصوص ويعبر عن وجهة نظر هذه اللجنة، بحيث يترك الباب مفتوحا. لأن العملية اليوم لو هذه اللجنة قطعت مباشرة أصبحت يعني جهة اتهام وليست جهة تحقيق، وهو معمول به في كل التقارير، في أغلب التقارير. الأمر الثاني أن الحكومة للأسف الشديد وضعت نفسها في صف، يعني هي تعتبر الآن جعلت نفسها مدافعة عن التحالف العربي التي هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أنا أعتقد بصورة رئيسية أن الحكومة الشرعية ليس لديها الانتهاكات الكبيرة التي يمكن أن يخشى منها. الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن واضح الأطراف الرئيسية التي ارتكبت هذه الانتهاكات، جماعة الحوثي بالدرجة الأولى، التحالف العربي أو قصف الطيران للمملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك أنا أعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة في مقاطعة أو عدم التعاطي مع هذه اللجنة، وأعتقد أنه مورس الضغوط سياسية من قبل التحالف العربي لانتزاع هذا الموقف من الحكومة الشرعية. لكنك بالتأكيد أستاذ توفيق استمعت إلى إشارة الأستاذ نبيل يقول نحن قدمنا لهم كل التسهيلات ووفرنا لهم كل الظروف لزيارة كل الأماكن والمواقع التي طلبوا، لكن فوجئنا بتقرير متحيز ضد الحكومة. بالنهاية هذه وجهة نظر، يعني بالنهاية هذه وجهة نظر الحكومة الشرعية، وأطراف أخرى لها وجهة نظر أخرى. الجندوبي تحدث في ذلك الوقت بالناشطين اليمنيين في جنيف وحاول أن يفسر هذه اللغة ولماذا تحدث عنها بهذا الشكل. لكن الإشكالية اليوم أن كثير من الضحايا، كثير من الحقوق، الانتهاكات ستضيع في اليمن داخل هذه التنازعات. اليوم المجتمع الدولي رسم هذا المسار، بالنهاية إذا أغلق هذا المسار ماذا سيصنع اليمنيون؟ اليوم 5 سنوات من النزاع، لم تحسم المعارك على الأرض، لم يستطع أي طرف من الأطراف أن يعني محاكمة طرف آخر أو وقت مثل هذه الانتهاكات. وبالتالي هذا المسار، هذا المتاح اليوم الذي يجب أن نتعامل معه بصورة إيجابية بقدر الإمكان. نحن ندرك أنه مجلس حقوق الإنسان ليس جهة قضائية بالدرجة الأساسية، هي بالنهاية تتحكم فيه المصالح السياسية والاقتصادية. كثير من القرارات التي يتم صياغتها بداية من أجل الإنصاف للضحايا بالنهاية تغيب أو ترهل أو تضعف في الغرف المغلقة داخل بحكم المصالح الاقتصادية والسياسية بحسب قوة الدول وتأثيرها ومصالحها. وبالنهاية اليوم الحكومة الشرعية والطرف الشرعي والطرف الضعيف بالنهاية هو تابع للتحالف العربي. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية خاصة في ظل الوضع الذي وصلنا إليه اليوم يجب أن تقتنص هذه الفرص، بل أدعو إلى تشكيل لجنة إلى محكمة جنايات دولية خاصة باليمن تطرح كل الأطراف
أمامها كل الملفات، ويجب أن يحاكم كافة المنتهكين لحقوق الإنسان سواء من التحالف أو من جماعة الحوثي أو من أي مسميات. طيب أستاذ توفيق، سأعود لك وأسألك عن إجراءات وآلية عمل هذا الفريق، لكن أعود للأستاذ نبيل مرة أخيرة وبسؤال أخير. أستاذ نبيل، الفريق يقول أنه تقدم بقائمة سرية للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب للمفوضية مفوضية حقوق الإنسان، وهي إشارة إلى أن القائمة غير نهائية حتى الآن. ما الذي تقرأه في دفتي هذه الإشارة وما تحتويه القائمة من أسماء؟ طبعا أنا أعتقد سلفا أن القائمة التي قدمت في التقرير السابق ستتكرر مرة أخرى. التقرير السابق قدم قائمة شملت كل رجال الحكومة من رئيس الجمهورية والقيادات العسكرية وغيرها من الأسماء العليا في الحكومة اليمنية، ثم قدمت قائمة باسم القيادات في التحالف العربي سواء من ابتداء من الأمير محمد بن سلمان وقائمة القيادات في المملكة العربية السعودية، كذا الأمر بالنسبة للإمارات ثم بالنسبة للحوثيين. ثم هذا الأمر نحن نتوقعه، هم لم يقدموا شيء في المرة السابقة سوى ذكر الأسماء، بل وقدمت كما قلت لك توصيفات ما جاء الله بها من سلطان. الجانب الثاني، هذه المرة الفريق لم يصل إلى اليمن أساسا لأننا لم نتعاون معه، واكتفى بعملية تسجيل لقاءات مع ناشطين حقوقيين قال كمال الجندوبي أنهم وصلوا إلى 600 شخص، وبالتالي هو يتحدث عن لقاءات قام بها. فالتقرير لم يقدم أي حقائق، لم يقدم أي أمور مأخوذة من الأرض، هو فقط يتحدث عما بلغه عبر أشخاص معينين، وهذا يضعف جدا التقرير. بالنسبة للتعاون مع الفريق، نحن كما قلنا منذ البداية نحن مع الفريق وأيدناه ودعمناه، اللغة التي أتى بها لم يكن موفقا على الإطلاق. كنا ننتظر أنه على الأقل سيتم تغيير هذا الفريق أو كذا، لكن إصرار بعض الدول الأوروبية على أن يستمر هذا الفريق، بل وإصرار نجبر على دعم هذا الفريق وإبقاؤه، كان بالنسبة لنا نوع من في اتجاه مختلف أو في اتجاه يعطي يعني قائق، وهو ما كنا نعتقد أنه سيكون موجود على التقرير. اليوم نحن لدينا اللجنة الوطنية لفصل تقدم تقاريرها دوريا إلى كافة الجهات ومن ضمن حقوق الإنسان، وحتى الآن لم يتم أي إساءة لهذه اللجنة، بل على العكس تم التأكيد يعني على دعمها وعلى تأييدها، بل والمطالبة بإدخال الدعم اللوجستي لوزارة حقوق الإنسان وهذه اللجنة ضمن الفصل العاشر في عمل مجلس حقوق الإنسان. إذن طالما نحن نمتلك آليات وطنية قادرة أن تقدم لنا شيء يحفظ أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، ويؤكد على أن الجرائم موثقة ومؤيدة يعني لديها كافة التوثيقات، نقول أننا سنتمسك بآلياتنا الوطنية، وهذا لا يعني أننا نتنصل عن أي آليات سواء كانت إقليمية أو دولية، لأننا في الأخير دعاة للحق. طيب أشكرك أستاذ نبيل، ولإيقاف الانتهاكات. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أعود لأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، كحقوقي ومطلع على إجراءات وآلية عمل المحققين الدوليين، ربما هل ترى أن عمل الفريق يستند إلى آلية واضحة وشفافة فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن؟ أنا أعتقد أن آلية فريق الخبراء في العام الماضي كانت واضحة من خلال النزول والمعاينة والجلوس إلى آخره. هذا العام بعد أن قامت الحكومة الشرعية بقطع أو بالتأكيد على عدم التعامل والتعاطي الإيجابي مع هذه اللجنة، لجأت اللجنة إلى أيضا منهجية التواصل مع اللجان والنشطاء، وطبعا هذا هو ليس المصدر الأخير بحكم معرفتنا بهذه الآلية. تقوم اللجنة بأخذ مجموعة من الوقائع على الأرض من الراصدين والمنظمات، ثم تقوم بالتواصل المباشر مع الضحايا، و
سواء في ضحايا الطيران او التعذيب او غير ذلك. وبالتالي نعتقد ان البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير هي معلومات حقيقيه ومؤكده. وبالتالي انا اعتقد اليوم ان هذه التقرير اللجنه ومنهجيته هو حتى لن يخرج عن الاطار الذي اصدرته كثير من اللجان سواء التابعه لمجلس حقوق الانسان او التابعه عفوا لمجلس الامن، والذي اكدت على ان هذه الاطراف الاربعه منتهكه لحقوق الانسان. يبقى اليوم ما اشكرك الاشكاليه الخلاف السياسي، حجم الانتهاكات، لماذا قدم فلان، لماذا اخر فلان، لماذا سمى هذا الطرف بهذا المسمى. لكن عمليا كل الاطراف انتهكت حقوق الانسان، ولا غبار على هذا التوصيف. اشكرك جزيلا استاذ توفيق، شكرا جزيلا لك استاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. نذهب الى لندن وينضم الينا من هناك المحلل السياسي دكتور محمد جمعي. اهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. إذن تقرير جديد لفريق الخبراء البارزين يتهم جميع أطراف الحرب بارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لكنه هذه المرة يقول أن لديه قائمة جديدة بأسماء المتورطين بجرائم الحرب. ماذا يمكن أن يغيره هذا التقرير على الواقع؟ طبعا يعني لابد لكثرة التقارير يعني تسعى إلى تشكيل رأي عام ضاغط، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، سواء كان خارج الإقليمي أو الخارج الدولي. أخي العزيز، يعني أي مناقشة لاستمرارية الحرب أو مناقشة للجرائم التي ترتكب في هذه الحرب هي ستظل مناقشة عبثية ما لم يصار إلى معالجة أسباب الحرب. يعني سنظل اليوم وغدا كما كنا بالأمس وقبل الأمس نتحدث عن جرائم حرب وعن خروقات هنا وهناك، لكن الأصل أن يناقش الجذر السياسي لهذه المشكلة وهو جذر الانقلاب. يعني من ال من 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 يعني من ال من ال من مضيعة الوقت أن نظل يعني نلطم الخدود على القتلى دون أن نناقش سبب هذه الحرب لإيقافها. السبب في تصوري وفي تصور الكل، يعني يعرفون أن انقلاب صنعاء هو الذي أودى بهذه أدى إلى هذه الكوارث. وبالتالي هذه التقارير هي للأسف الشديد يعني لا أعتقد أنها ستغير من حقائق الحقائق الموجودة على الأرض شيئا ما لم يصار إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، بأن الانقلاب الحوثي في صنعاء هو السبب والحوثيون يتحملون كل الجرائم مع الأطراف الأخرى طبعا دون استثناء، لكن هم يتحملون جريمتهم الأولى بالانقلاب ويتحملون جزءا من الجرائم الأخرى التي حدثت من الأطراف الأخرى بسبب انهم هم الذين جروا هذا البلاء على الارض على البلاد. طيب دكتور محمد، هل تغير الامم المتحده من شكل تعاطيها مع الازمه حيث ان هناك اليوم اطراف جديده دخلت في معادله هذه الازمه؟ يعني هو للاسف الشديد علينا ان نقول انه حتى الملف الحقوقي، يعني هذه التقارير هي لا نشك في النوايا الذين قاموا بها من اعضاء الفريق، بأنهم قاموا بها لوجه الحق ولوجه الجانب الإنساني، لكن هي في الأخير تقارير بشكل أو بآخر مسيسة، بمعنى أنه يمكن الاستفادة منها سياسيا ليس لأجل حقن الدماء ولا لأجل التحقيق في الجرائم. معظم جرائم الحروب في العالم إلا ما ندر يتم التحقيق فيها ويتم إدانة المدانين ويتم إنزال العقوبات بهم، لكن هذه التقارير الدولية للأسف الشديد في مجملها هي القصد من ورائها الضغط لأهداف سياسية، بمعنى أنه يمكن أن يتم الضغط في مجملها على دول التحالف العربي لإيقاف الحرب، وإيقاف الحرب دون معالجة جذرها الأساسي يعد كارثة بالنسبة لليمنيين. حتى وإن كان المجتمع الدولي يريد إيقاف الحرب على طبخة معينة، لكنه لا يدرك أو ربما يدرك بأن هذه الطبخة إن كانت ستؤدي إلى حروب مؤجلة. مشكلتنا مع التقارير الدولية أنها وإن كان الذين يقومون عليها بحيادية أو بشبه حيادية، لكن الدول التي تسعى وراء تشكيل هذه اللجان والتي تسعى وراء استغلال هذه أو وجود هذه التقارير هي التي تسعى إلى استغلالها من أجل الابتزاز السياسي وليس من أجل إحقاق الحقوق لأهلها. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جمعي.